السلام عليكم. السلام. مشنت يا اخي، مشنت يا خلف، مشنت. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. تفضلوا. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. مشنا. اهلا، كيف احوالكم؟ الحمد لله، كيف انتم؟ الله يحفظك ويسلمك، كيف انتم مرتاحين؟ الحمد لله. والله حبيت اسلم عليكم. الله يسلمك. وانت عارف ان احنا في الجبهات واصل. لا حول ولا قوة الا بالله، بس كنت اشتي منك في خدمة بسيطة معي. تفضل. عرفتني؟ ابو الكرار. ما عدري ابو الكرار، قد ابو الفرار. حياك الله. الله يحفظك. اهلا وسهلا. سبب المشاكل. اهلا وسهلا. الله يسلمك. كنا نشتي 100 مقاتل. 100 مقاتل. انتوا في جبهة ايش؟ المداعيس. جبهة المداعيس. المداعيس، لحظة شوي بس. هذا المداعيس. انا قد سمعت في الجبهة هذه قالوا جبهة دعس الدعس. ايه، ما ينفعش انتوا. نعم. ما ينفعش نطلع لكم تقول لي 100 مقاتل. لازم. كيف ما ينفع؟ احنا بنقاتل لاجل من يعني بنقاتل؟ لحظه اخر عهده اخذتوها 3000، باقي 700 ما خليتوا العهده. والله ما هي 3000، اني 2990 يمكن في هذا الحدود. بس في فساد. والله في فساد. اقول لك انا عندي اوامر من فوق من السيد اني ما اسلم اي دفعه جديده الا لين تخلوا الفاضي. ما ماتوا. بنقول لك تخلوا العهده القديمه. ماتوا. سلم الفاضي اقدر اطلع لك دفعه جديده. فاضي ايش؟ هو غاز. مش غاز. سلم لي الفاضي الجثث. الجثث عشان اخلي لك العهده القديمه اقدر اطلع لك ناس جداد. كيف اخلي لك الناس؟ فنتين قد ماتوا وقد اكلتهم الكلاب وقدهم في وادي ما عندي اعديهم من الجبهه. بعد بعضهم ما عاد نخرجهم، بعضهم ما ادري جو، بعضهم ايش فيك؟ والله انا ما اقدر اطلع من هنا اي دفعه الا لين اصفي اخلي العهده القديمه. مشيت الحين بعضهم نستر نلقاهم يعني ابزهم فوق قلاب واجديهم لهنا. الناس عندما يبصرونا بندخل قلابات ما عاد بايجوا يقاتلوا معانا. والله ما عاد بايجوا يقاتلوا. يابا اتصرف اتصرف. انا ممكن اخدمك يا اخي. اتصرف انت يا اخي. يقول اكلتهم الكلاب ولا اقول انا ممكن ادخل لك تحت بند الكلاب. بس اقصى حد اقدر ادخل 25%، هذا في بند الكلاب. اها، خلها 50% كلاب. والله بالنسبه للكلاب هي اقصى حد 25%، وممكن احط لك في بند النسور مثلا. اكلتهم النسور احط لك في 25%. اكثر من كذا والله ما اقدر. وانت عارفنا والله ان انا اشياء انفعك. بس والله ان انا مشيت يا اخي في وجهي، في وجهي ان انا افعل لك يعني اول ما ادي لك الجثث الفاضيه. والله في وجهي، في وجهي هذا ان انا استلم واسلم. كيف في وجهي؟ في وجهي والله العظيم ان كل مره هكذا. في وجهي في وجهي. واخر شيء والله ما عاد القاك الا لين يتخلصون وتجي تطلب مني مره ثانيه. حرب حرب يا اخي. حرب يعني وانا اتحمل مسؤوليه؟ والله انا مشيت قبلك الان ابو شرشر المداني وابو كركر الحوثي ومشيتهم. والله ما قدرت اطلع ابو كركر. يا ايش جاله انا قبلك؟ انا فرحت. ابو شرشر عادوا ما شاء والله ما يمكن 5 دقائق. الله، انا شفتهم الثلاثه، ابو كركر وابو فرفر وابو هذا. والله ما قدرت اطلع وقد جاني من خليها بس يا منعا. انفعني باي. طيب انت لي حل. اتحرك معنا. اشتي اتحرك معنا انت. انا اعمل معك اللي اقدر. انا في الجبهه. مش في الجبهة. تحرك، لف، طل، دبر جثث من أي مكان. من المستشفيات مليان، من المستشفيات، من حق حوادث. انزل إن شاء الله احفر مقابر وطلع جثث وسلم لي أخلي العهدة حقك. يا أخي أنا بالنسبة أعطي لي ترخيص. أنا أدي لك ترخيص اللي اشتيك. طيب بس أنا متأكد أنك تبزوه هنا. أنت قلت أبو كركر كان هنا. أي كان حرام. ما عاد يبقي جثث في مستشفى. أتحمل. يا أخي ما هذا قارجة الله. ابو كركر من هو المداني ولا ابو كركر الحاكم؟ طيب يعني ادي لك جثث اذا ما كان. شوف تدبر لي جثث كيف ما كان. تحتاج تصريح انا اساعدك واطلع لك تصريح. عاد في اخدمك باكثر من شيء كذا. ما قدرت ما قدرت اتصرف. لف الاباء اللي قتلوا. اجمع لي 10 20 30 خليه يوقع. تمسك تنازل. ايوه تمسك تخليه يوقع. بس ان شاء الله تدي له صندوق فاضي، نعش فاضي. امشي وله فاضي ايش حيقول؟ انا مالي يا اخي. انا اتصرف لك. انا لا اقول لك. اهم شيء ان شاء الله تدي له حتى شيء فاضي. اهم شيء يجيني هناك موقع استلمت جثه ولدي محروقه ولا مغروقه ولا ان شاء الله اكلتها كلاب. اديها له حتى في كيس. انا اديني توقيعه. انا اعرف توقيع. يجيني موقع انه استلم جثه ولده وانا اطلع لك ان شاء الله حتى 1000. بس سلم العهده القديمه وانا اعمل لك امر اخذ عهده جديده. عاد في شيء اقدر اخدمك فيه؟
هاي فكرة حلوة. طيب ما يهمك جزعنا يلا جزعنا يلا اجي معنا. انا عاد انت انا وصاحبي بس ربشتني امراه اجي معنا تجلس مكانك. لا 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 انت وراي يا خلف، انت تكون وراي يا خلف، لا تكون تدخل قدام. اشتك تدبرني لازمك ناش ضحك. انا قلت لهم يدوني مرافق ساعه الجن اش ما تضحك انا لا تكون تضحك ورجع يضحك. دبرني ريحه لي ميتين من الجن من المقابر من الثلاجه الدليل لحم عظمان. انا راكن على الله وعليك تمام. انا هنا. ايوه درعها هيا خلاص قولوا للطقم يراعي احنا الان بنجي نبز الجثه. تعال هنا يا حاج عبدوه حاج عبدوه. منو سيح؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حياك يا سيدي كيف حالك؟ الله يحفظك ويسلمك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحفظك ويسلمك ويعافيك. كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. مرتاح؟ اللهم له الحمد. مرتاحين احسن راحه. الله يسلمك ويعافيك سيدي. بلغك سلامه عليك وعليه السلام. عليك يا سيد. انا في داله السيد. الله يحفظك ويحفظه. يسلم عليك. يسلم. الله يسلمك ويسلمه. ما به؟ طيب يعني ما فهمش. طيب انا اقول لك كيف. ها ابنك ايوه انتقل من خدمه عبد الملك الحوثي الى خدمه حسين بدر الدين الحوثي. ما شاء الله كلنا لخدمه سيدي حسين، كلنا لخدمه سيدي عبد الملك. هذا الذي انا ادوره انه الوليد يرتقي من خدمه سيدي عبده لسيدي حسين. اسمع هو كان من افضل الرجال المقاتلين. أمثل. هو الذي اسقط تبت وخرط وتبت وبرط وتبت وشرط. هو ذي خرج. انا اعرف ابني مقدام مثل ابوه رجال ابن لقى. أدار انه كان يقتل في الحركه الواحده كم كان يعني مات وهو مبتسم. ماشا مات وهو مبتسم يعني بدي استشهد. فقط بنقول لك انتقل من خدمة انا احسب انه انتقل يعني خدموه خدمة يعني مات. الله ابن استشهد. مبروك 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 مبروك. ألف ألف مبروك. مبروك أنا مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك بارك له. مبروك مبروك أنا مبروك. ما تتحمد الله. أنا أتمنى يموت عيالي والله. هذا هو ابنك. وهذا منو؟ هذا ابني. دينا علشان قلنا ضروري أن أنت يعني تكون موجود عندما نقبره. مبروك مبروك ألف ألف مبروك. يكفي يكفي فارقة. خليني أشوفه لو سمعت يا سيدي وعدي. ارفع الآلي يا خلف ارفع هكذا لو سمعت. خليني أشوفه لو سمعت. لا 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 سيد محرص علينا ما حد يشوف. أنا بدالك ما حد. قلت لك ما تهوم ابتسم. لا إذن وأنا شي أشوف ابتسامة ابني الأخير. الله يرفع له. الوحيد ابنك ذي قالوا أنه أكثر ابتسامة في الميتين كلهم. الله وبيض سبحان الله ما شاء الله. الله يحفظك الله. اسمع لا هذه حرمة لا تكشف الحرام. حرمة المؤمن المسلم حرمته. أنا أبوه أشوفه بس النظرة الأخيرة. لا أنا في دارك لو سمحت. الله يحفظك يا سيدي. ما فيش بنقول لك. أنا في دارك يا سيدي وعيني. تعال أنا ممنوع. أنا في دارك يا سيدي وعيني. ممنوع رجاء يا سيدي وعيني. ممنوع أنه الله يحفظك. وقع وبس. لا انا ما اوقع انا لما اشوفه بس. وقع وخلاص اشوفه لو ما في شوفه. كلم العسكري حقك الخلف هذا ما فيش لو سمحت. ما فيش انا فداك ما فيش. الله يرضى على والده. ما بش كيف ما بش كيف ابن ابني ما بتشوفوش. وقع وبس. ما اوقعش انا ما اوقع. اسمع انت يا عسكري ابن ابني ايش فيك انتبه يا عسكري. ايش اشوف ابني الان ولا اطع في راسك جنبه. شوف ها براحتك. شوف اها شوف شوف الله لو وفقك يا خلف. لا تبصر انا في دارك. او شفت حاجه ولا شيء؟ عاد انا ما بصرت وشف شيء بصر النظره الاخيره لو سمحت لو سمحت يا سيدي. بس قلت لك هو قد تغير. اشوفه بس امتع نظري بس من خارج. لا تفتش وجهه. كيف اشوفه؟ من هنا بس لا تفتش الوجه هو مكفل. طيب انا اشوفه. يلا سيدي. كيف شفته؟ طيب كيف شفته ويديك باينة قبالي؟ كيف شفته؟ أخذها. الله لا وفقكم ولا طرح لكم بركة. يا سيدي عيني الولد أسود. إيش قلت لك؟ كيف قلت لي الولد حق أبيض؟
مع الكيماوي ذي بيضربوه بيضربوه بعدين جلس بين الشمس كثير وبعد ما مات لا ما سود يعني كيماوي كيماوي والشمس حرقته والله ما دمقت رضيت بالأولة الله يرحمه أمسر 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 الودك شعرنا هنا حلو هذا دل على انك يعني كنت ابن ابني انا اعرفه وهو لا هنا شعره عدو قبل شهر قبل شهر ما معه الشعر كيف طلع له ها طلع امسر امسر سبحان الله فندر انهم بيضربوا السعوديه بيدوا كيماويات من حق الشعر لانهم اغنياء اغنياء ما عاد يدرون يجيبوا حق الشعر هذا يرجعوا يدخلوه في صواريخ لنا احنا ياخ ظلمها ظلمها هذا شعر داري انا مره راح تقوم بلا جنبي وقع شعري لها لهنه ما شاء الله كودر بعدين كنت خلى لك على الله ما عدريت من المرهنه ولا مرتي نظره ابصر تفضل الله الله وفقك الله هيا عزي الله يرحمه لا تكونش تبكي الله يرحمه ولا وفقه سيدي الولد ما عضلات هانا هانا ايه متأكد 100% مو ما بيش اسكا ورجع شوية اسكا اسكا رجع شوية ارجع وخر شوية ابغى ينعسي الله اضحك اضحك يا خلف الرجال اضحك اضحك يا خلف قلت لك انت الجنازة اديتينها اول ما يكلوا لي ليش ما اديتها؟ انك تلقيناهم من لقيت؟ لقيناها كنت بزوها لقيت مقبره بزيتها وحطيت فانت تاكد هو غشاش احنا استعجلنا كيف يا هذا؟ ايوه زين معاهم اسم صاروخ اسمها المضرغج المضرغج؟ انت اللي يطلع يطلع كل شيء يطلع كل واحد اسمه ضلوع كله يطلع مع الكيماوي مع الكيماوي الله لا يتفجر يتفجر, يتفجر هانا 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 في الماء وصلت حسبي الله ونعم الوكيل ما 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 لا تبصر لا تبصر لمو عوائل 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 الله لا وفقك الله جاي يقول لي صواريخ تخليك أمانة إنهم يضربوا الصاروخ لا ما كلنا نقع نسوان ما لك يعني الشعر والضروب ما لك اليوم بس هذا ما هوش ابني يا سيدي إلا ابنك ما هوش ابني والله ابنك والله أنا أعرف ابني أنا هذا ما هوش ابني إلا ابنك ما هوش ابني ابنك والله ما هو ابني خلاص صدق صدق سيدي صدق سيدي ما صدق ما قال أخليه يروح يطق من الآن ليش حتى لأنه قال من رأيتموه يقاتل وخسف الله به وتحول إلى مكلف أو مرأة سوداء فذلك هي الدارة البيضاء أو هو قال قصيدي أيوة وقال من وجدتموه قد تحول إلى امرأة فاحرقوا أبوه بالقرعة بالولعة أنت كنت سمعت الولعة سمعنا وسلحبوا أبوه سلحا أو كذا أيوة وفجروا بيته ولطموا أبوه بعد الموت وقبل الموت حتى يتسنى الماحد ويتجلى الحاحد حتى كأنك في أخدود برة وجاهد قرة بدون فرة خلاص 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 سيدي قال كذا أيوة سيدي عنده قال كذا خلاص بس هذا ولدي خلاص عرفنا هذا ولدي أنا ما أشوف ولدك هذا مرة حرام إنه ابني ما أشوفه هذا مرة سيدي ما إيش مرة أنا أعرف ابني أو مرة بنقول لك هذا مرة أقول لك ابني عضلات أنا أعرفه أعرفه هذا ابني 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 السيدي قال كذا أنا هذا ابني أنا أعرفه أنا أدرى ولا أنت أنا أعرف ابني إنه شعره طويل هنا وكذا أنا ابني ابني خلاص ها أتحبه؟ أحبه يلا حب حب يلا حب ابنه وقع هنا خلاص أنا شو أوقع حبه يلا خلاص خلاص قدو عند الله حبه أنت قلت شي تحبه خلاص أحبه يتول وقع يا اللغجة قلت لك مرة هذه مرة ابني هو مرة مثل ما جاء معاكم خلاص يلا وقع وقع يا اللغجة وقع إن اتصى عليك إن استلمت 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 الجثة وقع هنا استلمت جثة ولدي أحمد سعد فعلناه رحنا عندها
حي حيو يا حي حيو يا داعي يا داعي يا مع سيدنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نفس الصورة نفس الصورة نفس سبحان الله. عرفت أول ما شفتك إنه يشبه بالضبط. ما قد معانا ولدك. عرفت أول ما شفتك إنه أنت أبوه. من أي حمد عرفه؟ من أين عرفه؟ أول ما بسرده عرفت إنه ولدك. ليش؟ يشبهك؟ ما يشبه أبوه إلا الحماء. المثال عندنا يقول. فشبه حاجة. نفس الصورة. على العموم السيد سلم عليك. ما قد معانا مسلم علي يا سيدي. أمانة. نعم. وابنك انتقل من خدمة عبد الملك الحوثي إلى خدمة حسن بدر الدين الحوثي. حسن بدر الدين الحوثي قد ما. ايش بنا أقول لك؟ كان من أشجع الشجعان وكان في المقدمة، كان في الجبهة المقدمة. الله 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 يرحمه. ما له ولدك؟ صدقتم هو. صدقتم يا متريين. صدقتم هو. عظم الله لك الحج. قاعد معنا يقول مهرين صلاتي. صدقوا يا سيدنا. بس 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 اياك الله. الله يرحمه. اضحك 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 يا رخلف. اضحك خلف الرجال. بنقول لك انا اشتي مرافق ساعة الناس جيتوا لي المرافق الضاحك. سيدنا وين استشهد؟ في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة. صدقوا يا عباد الله. بس تحمد الله وشكله. مات وهو مبتسم. يوه اشتر بابتسامته. اصبر اهل مع ابتسامته. بس انه مات بجد شوي بعدها ما عاد ابتسمش. اول ما مات ابتسم بعدين بطل. والله انا مش كذب عليك يعني. اصبر يا حاج. كيف اصبر؟ وقع. انا جاز انا جاز. وقع وقع انك استلمت الجثه لانه احنا معنا شهداء كثير. وعلى ما وقع اشير بابني ولا بابني. ممنوع ما يجوز. قلنا ابني قال ما يجوز حرام ما افرطك عنده. ارمي لا يقول لي عنده جنبي يا جنبي. يا خلي جنبي يا جنبي. انتوا لي مرافق خلف. هيا ها الله يرحمه. هذا ناس ضلي مثلك. والله يا غين نفس طلي يا سيدنا. مثلك والله. وانا مثل اي واحد يبسر ولده وقد هو ميت يقول طلي. اي واحد انا قد كنت شبسر ولدي وهو ميت قلت طلي. كم اي اثنين ايام اثنين اطلع وقعوا مدروا الصندوق مقلوب خير. اصبر انا اقول مدروا الصندوق مقلوب. هذا رجيله. اصبر اصبر. تعال 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 يقول هنا وقع لي الورقه وانت على السبب ندي لك معاش ونجيني قبر مثل الناس. على السبب هذا ناس ضلي والقهر دورتكم جيتم تحكموا. افهم بنقول لك ابنك استشهد وانت يعني لا تكون زيد الرفاس. طلي طلي يعني اي واحد يبصر ولدي الواحد درنا ما كنت واحد مرة راس. قال طلي نفس الشيء. فكتو مثلك ايش تشتي على راس ثور. ما هو ذا الحين استشهد في مثلاك. ايش به ذا الحين؟ اشبه انت الذي جيت تقول لي وقع لك على ما وقع. ولدك هذا. تعال هذا. اين ولدي؟ هذا ولدك ولا مش ولدك بسرده؟ هو يختلف النخورة مع الحرق مع الحرق. يحرق يحرق مع القنابل. القنابل يحرق يشمد يتغير الوجه. سبحان الله كيف عرفته؟ مستغرب والله. كيف عرفته؟ اخر مني ارباه انا. كذا ربع وجع حالك. وقع وزع الله الله وفقك والله طرح لك بركة من أب. وقع. ما بين وقع شنه؟ هذا مشهوبني. إلا ابنك هذا هو. وين أضلع هذا؟ كيف أضلع؟ أضلع مشهوبني هذا. كيف ضلي؟ شي وقع له على مسلخ. كيف ضلي؟ كيف ضلي؟ إربا 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 ما معاه. أضحك. كيف لا مدت ضلي؟ كيف لا مارس؟ ما الثاني جاء عرضها عرضها. أي أنا الثانية لو النذرين. أضلع رموس. اسمع. ما هو اسمع؟ الله يرحمه ولدك. إذاك العظمان والعظمان ما بسرتهاش. ما بسرتش العظمان ما بسرت الروح. الله عظمان فارس وجل. اسمع. ما هو لا طلع طلع. اسمع. اسمع. سمعت وأنا بين أسمعك. الحمد لله أن أنتم جيتم تحكموا وكان هم. اسمع يا أخي ولدك هو كان يتحمل الأضلاع وكان في جبهة الإسناد كان في التغذية. فوق
قلت لي اول انه في المقدمه رجعوا في المؤخره لا قدم جاوعني يرجع مؤخر طبيعي فشو جسك مقدمه كله قدم جاوع قد شي جرب جلس وانت جاوع مقدمه ما ينفع بس عندما حرقوا حرق ولدك الله يسلمك الله ينتقمك ما لو حرق نصف رمال ما هذا الطلي مبارك من آل البيت من آل الراوث من طلي من أضلاء من آل البيت هدا وقع ولا وقع لك يوم ولا ايش افعل لك يعني قد وقع وقع قلت لك رح لك على ما وقع وقع امشع قال سيدي فيما رواه عن سيده أنه من حارب وتحول واستشهد كما يقال أنه يهيأ للناس أنه استشهد ويتحول إلى طلي فكأنما قتل نبي أو ولي أو عبد الولي عبد الولي من الله أعلم لكن هكذا قال سيدي فإن وجدتموه فاقتلوا أبوه قتلة الروح وهددوه ودادة الصباح واجعلوه كالقراح قاح قاح الله يرحمك خلاص هذا مش شبهك والله لا خلي الابني 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 يا سيدنا والله الابني انا اعرفه شوف اعرفه والله انا اعرفه انا خفيت على الناس على حسب لا يهدموا بيتك لو يدروا انه ولدك ضالي عليك يا سيدنا خلي لي حالي كان هنعم عرضه لهم ده انه تحول طلي لا يفجروا بيتك اعرفه يا سيدي اعرفه هو غريب ايوه وصغير ها؟ احتاج يوم ماسا والرأس الثاني هو جاري هو صار هو هو قد احنا طلع كلنا على كلنا ما تحنب اتوقع لك اتوقع لك هذا ولدك؟ ايه بذات وصفة والرأس الثاني هذاك منين جاء؟ هو جاري انا اسهر معه خليقي يا اخي سميها مشتيت يا سيدنا اوكي استلمت الجثة استلمتوها استلمتوها يهنا تغدى ويهنا يلا يلا حج حمود لو شي في جيبك سمك ولا شي يا كلب منك او شو هذا التمام ايش شتيت سمك وين جاي سمك وش شتتي ليش خلصت اللحمه رجعت انت سمك ودي الله لا وفقك هيا بس قبل ما يجي هذا الحاج بعدها عيقع مثل علينا عيقلوا لا تكونوا تدوا عيالكم عند الحوثين ما عيردوه إلا سمك ودجاج بس 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 قالوا لي بداعي أنا معنا شهيد الحمد لله الحمد لله لا يعني سجد ها؟ يعني أضف الله لكم الأجر السيد يسلم عليك وقع لي هنا وقع لي هنا وخلص يلا خلص لا تسمج وقع ما أكمل أبكي نفسي نفسي ممنوع لأنه الشهيد هذا لا يرى بالعين المجردة ما شم شم رجلك من أول وأنا كنت أشتغل لك أكل والله ما هنا رجلي شم سمك ها؟ شم سمك جاوع جاوع سيدي وعيني جاوع لا شاد نتغدي والله جاوع والله أنا نتغدي أنا لا جوعت أشم سمك والله أنا شم سمك الله لا وفقك يا مرافقي عرفت هذا المرافقي هذا من المرتزق يطل علينا ناس كثير المرافقي بس شم سمك الله يرحم الوالد مال كان يعجبه السمك موت أبي ما كان يأكل السمك كان ممنوع من الدكتور سمعت يا ملام سمعت خلّم دمك كان ممنوع من الدكتور ممنوع لو يأكل سمك عين موت ليه ما كلمتك قبل ما يأكل سمك ليه ما كلمتك إذا صحنا كلنا قلنا لا تأكل سمك أنت قلت أنه استشهد هي استشهد هو بيأكل سمك اسمع نسيت ما أقول لك فهو في ميدي ولا هو في ميدي سمك كله سمك ما فهمت شنو ما فهمت جهمني ميدي جنب البحر جنب البحر اها ما يدخل ابي قاتل بالبحر فهو دائما قد كنا نقول له دائما يا جبال البحر والسمك يجي عشان ما السمك طبيعي ما عاد ايش في ميدي ابي الا في ميدي قادنا قالوا
خذ برد قلبي اضحك اضحك صح ذكرت والله ان انا ذكرت اوف يا من قالوا ذكرت يا من قالوا هي اسمع هم نقلوا ايوه والمرتزقه عرفوا انهم نقلوا لانه كان يذيقهم الويلات كان ما يلقى الا مرتزقه بالرصاصه الواحده يشك لك 10 كان بطل شبل الماك الاسد هو انت الشبل ولا هو ابوك ولا انت ولده نشبع طيب اسمع نقلوه بعدين المشكله ضربوهم بصاروخ ما كلموك ضربوهم بصاروخ من البحر بارجه دخل السمك في الصاروخ هو الله انت ما بتمسك شيء هذا حق ناشونال جيرافيك هي تجي هي دخلنا الحوت يمشي والسمك يجي جنبه صح عندما تلاقوا الصاروخ السمك تخيل انه حوت وتعلق انت قلت تعلق فوق سياره صح فوق سياره انا كنت اتعلق ايوه لانه قلت كان انا كنت موجود تعلق وين تريد ان تنزل عندي انا جيت صاروخ رجعت نزلت فيك تكون السمك عندما ضربوا الصاروخ طلع 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 والسمك كاستنه مسك وي بس للمحامي يبس السمك فوق الصاروخ وصل على طول ضرب ابوك اه السمك هذا خليني أشوف والله لا 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 تشوف لا تشوف يا ابن ال وين أبي وين سمك هذا بلوكه كيف بلوكه طلق تعال الله ما وفقك أقتلك نسيت كيف نسيته وين أبوك وينه وين تخبر انت خبر انت قلت انه جاي جاهد وينه هيا غلطك ينفع هكذا يعني ما بنفس هذا الجاه عيب نعب علي انا الحين اي شو وين ابي مالك مجنون كان هانا كان هانا ابي مخراق كان مخراق بلوكو 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 يعني مش ابوك هولا نسيت ابوك كان هو هولا البلوك كان يحب هنا حب الموت وكان أني عند مستشهد ايش دخل البول فتينا حتى استشهد وقع الله الله وفقه هذا وقع شوي نبي هو هذا البلوك قلت يعني كان يجلس فوقهم والله عند مستشهد كان انا ولا ثنتين البلوك موجوده فد التهون وخلعوا وخلوا البلوك انا عيني والله ما اعترف ليش ما التهون وخلوا البلوك وقعتهم؟ لا تكون تسبج ولا احنا حق هذا الكلام انا البلوك بلوك وديت لي بلوك وقلت له لا تجيش اسبج اين ابي؟ جايش بجي انت بالبلوك هولا صدق سيدي الحين قال هذا ما قال انا بنتجمل معك سيدي قال من كان يقاتل في صفوفكم وبعد ان مات تحول الى بلوكه فذلك يوم الهلكه فامسكوا ولده وادوه بالفلكه الله يرحمك يا ابو واجعلوا له الله يرحمه وانهوا له التركه خلص خليني احبه وسحب له ابوه في تنكه خليني احبك وفجروا بيته تفجير البركه واضرحوا له حبه البركه خليني احبك يا الله ايش تحب ابوك والله انه عيب تقول لي مش ابوك انت قلت مش ابوك لا ابي هذا بلوك ابي بلوك والله ما كان يقول بين رشه اول رش ورجع قوم انت وليش صيح اول انا عارف انه مزح انه مخرق تعال توصم صم على سب انت الملاعق سمنت وتقلب وجهك لا بس فارق السعر تفرق في الساعة؟ أنا ليه؟ مقاول أنت مقاول هذا أبوك ها؟ أيوه هيا وقع على إيش أوقع؟ وقع على المستخلص يا ابن البلوكة وقع على المستخلص الله يرحمه